عشان عارف بس احنا بس بنشوف شغلنا. ماشي اتفضل انت خش شويه في خش وراك وانا اعرف عنك. بس انا عايزاك تطلعي راجع مش عارف اعدي دي شويه وتمسكي نفسك حاولي بقدر المستطاع تمسكي نفسك. شوفوا ما المره اللي فاتت خلاص شوفوا ما ايه بعد ما ناخد الحكم تعملي اللي انت عايزاه لما تتنزلي خلاص خلاص وعد وعد مني خلاص النهارده كل صالح بنتي ان شاء الله يا رب يا رب. اخر مكالمه بينك وبين شيماء كانت بتتكلموا عن ايه؟ انا مسافره انا قلت الكلام ده قبل كده ان هي كانت مسافره دبي عايزه حاجه اجيب لك حاجه بس ما قالتش اكتر من كده. ما تجيش في رؤيه يا شيماء اتمنى هي فين؟ وانا بنام علشان هي تيجي انا ممكن وانا قاعده على الكرسي اخدها قفله كده اقعد فيها ثاني يوم. سبب عدم نومك ايه اللي انا